ينضم إلينا مباشرة السفير الأردني في مصر معالي السيد أمجد العضيلة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أمجد. من يتابع البيان الختامي الصادر لهذه القمة يضيف التأكيد على الموقف وعلى أيضا ما جاء في هذه القمة من تأكيد على موقف الدول الثلاث من القضية الفلسطينية وتحديدا مصر والأردن، ولكن بشكل عام كيف كانت أجواء القمة في التعاطي ما بين الرؤساء الثلاث وأبرز ما دار نقاشه أيضا؟ مساء الخير أخي عبد الله، مساء الخير لك ولقناة المملكة ولجميع المشاهدين. يعني حقيقة هذه القمة الثلاثية التي احتضنتها القاهرة اليوم ذات أهمية بتوقيتها وبملفها، وطبعا هي القضية الفلسطينية كما تعلم هي قضيتنا الأم والأولى بأولويتها ومكانتها القومية بالنسبة للأردن وأيضا بالنسبة للشقيقة مصر. هذا التوقيت يأتي أيضا ضمن معطيات إقليمية وأخرى دولية يتعامل معها الأردن وجلالة سيدنا حفظ الله عبر جهود دبلوماسية مكثفة تعيد للقضية الفلسطينية حضورها ومركزيتها وأهمية إحياء مفاوضات السلام حولها. هذه القمة أيضا تأتي بعد سلسلة من الجهود والاتصالات التي بذلت من قبل الدول الثلاث في الفترة الأخيرة باتصالات تحركات في السياق الدولي ومع الأطراف الفاعلة خصوصا مع الإدارة الأمريكية وفي ظل أيضا قدوم حكومة إسرائيلية جديدة بهدف تهيئة الأجواء لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين. وأيضا لا ننسى في هذا المقام الثوابت التي أكد عليها جلالة الملك حفظ الله في زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته التي عقدها مع مختلف أركان الإدارة الأمريكية وخاصة اللجان الفاعلة في مجلس الشيوخ والنواب. نستطيع اليوم القول بكل ثقة أن القمة اليوم كانت ناجحة بفضل إصرار القادة الثلاث على تحويل التنسيق الثلاثي إلى واقع ملموس. نعم، يعني سيد أمجد أعتذر منك، ولكن أيضا بالعودة إلى مسألة التوقيت المهم وهي تأتي قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماعاتها، والجميع ينظر الآن إلى هذه القمة والزعماء الثلاث بتشكيل تكتل عربي يفضي إلى تأكيد كما ذكرت الثوابت على في القضية الفلسطينية. كيف يمكن إيصال ما جاء من مواقف مبلورة وواضحة في اتجاه تصور القضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعاتها القادمة وأيضا إيصالها للمجتمع الدولي؟ من المسؤول الآن عن وضع هذا التكتل بصورة واضحة وبثوابت واضحة أمام المجتمع الغربي؟ نعم، كما ذكرت لك يعني هو صار الاتفاق اليوم على التنسيق بين القادة الثلاث وعلى مستوى أيضا وزراء الخارجية في الدول الثلاث للتنسيق المتواصل وبشكل دوري، وكما ذكرت أيضا لمواصلة اللقاءات مع الأطراف الدولية الفاعلة ومع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة والاتحاد الأوروبي و مختلف دول العالم سواء خلال الاجتماعات القادمة في نيويورك أو من خلال لقاءات أخرى ومؤتمرات تعقد بين الحين والآخر في مختلف دول العالم. المهم أنه اليوم الاتفاق على أنه ضرورة إعادة مركزية القضية الفلسطينية، ضرورة تهيئة الأجواء من أجل إعادة بناء الثقة بين كل الأطراف حتى يتسنى لنا في المستقبل القريب أن نطلق مفاوضات جادة تعيد التأكيد على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والسلام كخيار استراتيجي لكل الدول العربية ولإخوتنا الفلسطينيين أيضا. نعم، أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. كنت معنا السفير الأردني في مصر سيد أمجد العضيلة، شكرا لك.